ايه الاخبار يا رؤوف؟ القوة جاهزة للتحرك في اي وقت يا فندم. هو قضايا فين دلوقتي؟ قضايا ورجالته قاعدين على قهوة بره مدخل المنطقة، والمراقبة وراهم خطوة بخطوة. انا في مكتبي، اي جديد تبلغني على طول. تعال يا عنتر. الله، ايه مالك وقفت ليه؟ ايه اللي جابه ده؟ يا عنتر، الراجل له في الحكايه زي ما احنا لينا برضه. وبعدين انا قلت انتهزها فرصه ونصفي الجو يعني، والميه ترجع لمجاريها زي ما بيقولوا. يا عنتر، انت لسه زعلان مني ولا ايه؟ من حق ازعل بعد كل اللي عملته ده؟ ما خلاص بقى، قلت لك ان انا غلطت، وادي راسك يا سيدي ابو سعيد. يا اخي خلاص بقى يا عنتر. الله، دي المصارين في البطن بتتعارك، واحنا عشرة قديمة مش كده ولا ايه؟ واحنا خلصنا خلاص من الحكاية مع قرابة القديمة ديت، وابتدينا نشم نفسنا، والفضل يرجع ليك انت يا سعنطر. ايوه كده، جر جرب عضلة لسانك يا سيدي. جل من لا يخطئ، وادينا غلطت وبدفع ثمن غلطتي. خلاص بقى يا جماعة، كلها كام ساعة والبضاعة ترجع تاني، وساعتها بقى نخلص من وجع القلب ده، وهفتح لكم أحلى إزازة شمباني. لا قول لي صحيح يا عزام، هي البضاعة هترجع امتى؟ يعني تقريبا نص الليل. مفيد هيكلمني أول ما يستلم. مفيد؟ أدينا هنقعد جنب الحيطة ونسمع الزيط. إيه؟ ده سمعتوا إيه تلقيح الكلام ده؟ المهم إن العيال دي تصدق في كلامها وترجع البضاعة. أرجعوها. وحياة دقنك داي. هرجعوها. بقول لكم يا جماعه، انا اروح اعمل لكم كاسين كده عبال البنات ما يوصلوا. بنات؟ اه بنات. ايه؟ امال عايزنا نفضل قاعدين طول الليل كده وشنا في وشك؟ اه لازم في حاجه حلوه تلطف الجو. بنات يا عم. حبيبي يا عزام، حبيبي روح، ربنا يسعد اوقاتك. جاهز يا زين؟ أنا دايماً جاهز يا حربي. ياض ما تبقاش طواعني في كل حاجة كده، لحسن الطوبة تيجي في المعطوبة ونروح في خبر كان. اللي ابتدى في طريق لازم يكمله للآخر، مش ده كلامك يا صاحبي؟ كلام يا زين، كلام. يلا بينا. مع حاجة؟ شايل حاجة يعني؟ اه عفارم عليك. لا حلاوة ايه؟ ده انت ليك الكنافة كلها. انا قفلت. يلا بينا. يلا يا سيدي الناس. الليلة بدأت. يلا يا جماعة على الفرح. اجهز يلا. كوتش اطرهم. حصل يا سيدي الناس. وراه علوك يادة، علوك يادة. بلغ الإشارة. أبو ضايا اتحرك ورا حرب حسين بعربيتين. هاي خليك وراهم.
بس في عربيتين تانيين طلعوا وراهم. مين اللي في العربيتين دول؟ الدنيا ضلمه ما خدتش بالي. طب خليك وراهم وبلغنا بوقعك اول باول. تمام يا فندم. خير يا روف؟ قبضيه ابتدى يتحرك يا فندم. يبقى احنا كمان لازم نتحرك. يلا روف. اهلا 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 من البنات الحلوين. براي استنى انت بره شويه. هلو يا عنتر بيه، وحشتني موت يا قمر. انت كمان وحشتيني قوي يا جوافه مستكاوي. يا دعاء مش هتسلمي على رشوان بيه ولا ايه؟ ازي حضرتك يا رشوان بيه؟ ما شفتكيش من زمان يا دعاء. لا ازاي رشوان بيه؟ دعاء تحت الامر والنظر. مش كده يا دعاء؟ طبعا طبعا يا عزام بيه طبعا. طيب بقول لكم ايه بقى؟ خشوا جهزوا لنا شويه مزه كده عبل السهرة ما تسخن. يا سلام يا بابي، ده انت تؤمر. From this eye to this eye، يعني من عينيا دي لعينيا دي. يا واد انت اللي بتعملها بره. ايوه عنتر بيه. رام فين؟ انت فين دلوقتي؟ انا وصلت المخازن دلوقتي ومعايا محمود وعلي. في حاجه؟ انا بس بطمن عليك، اول ما العيال يوصلوا تبقى كلمني وطمني. هيحصل يا عنتر بيه. مع السلامه يا مفيد. مع السلامه. ايوه سعاده الباشا. ها ايه الاخبار؟ لا لسه. طيب اول ما يوصلوا بلغني. ايه يا عدل ايه الاخبار؟ لسه يا باشا لسه. ماشي ادينا مستنيين. وادي احلى مزه لاحلى بهوات في المنطقه العربيه كلها. كرينا يا جواف. الله في ايه؟ انتوا مالكوا كده مكلدمين ومكشرين ليه؟ معلش يا دندن شويه كده، وبعدين هندور المزيكا وهنرقص ونهيص لحد الصبح. بس خدي دعاء واطلعوا فوق دلوقتي وما تنزلوش الا لما ندق لكم. ماشي. يلا بيك يا جماعه. بقول لك ايه يا اختي؟ ايه حكايه الزفه الضلمه اللي احنا فيها دي؟ يا اختي بطلي فلسفه، احنا هنا عبد المأمور اللي يقولوا عليه احنا ننفذه، فاهماني؟ مالك يا زين في ايه؟ في عربيتين قطرنا من ساعة ما خرجنا من المنطقة. ايه؟ دول بيقرموا مننا. طب حاسب حاسب، وسع لهم وسع لهم. كويس يا زين؟ الحمد
عديد. إذا كنت أنت حربي المهدي فأنا برضه زي القشر. أفارم عليك. طول عمرك قلبك ميت. الشنطة! ارجع مجنون! كده هتحلو على الاخر. جاهزين؟ جاهزين يا باشا. وحشتني يا قاضي يا تهوي منك لو. عاملين فيها معلمين صح؟ مش انا قلت لك يا قاضي حرب انت وزين ان انا هزفكم لاخرتكم؟ ما سمعتوش كلامي وما صدقتونيش. على فكره يا زين مش عايزك تقلق على دودي. دودي دي في الحته الحلوه اللي هنا. هتجوزها. فين ياضي الألمونيا اللي معاك؟ ألمونيا ايه؟ المصلحة. الشنطة اللي خدتها من رشوان بيه. بعينك يا بضايع. هتجيب الشنطة يا حبيبي هتوي منك لو. هتحضر الفرح انت وحربي وهنعيش كلنا في بيت واحد. مش هتجيب الشنطة؟ هطلع انا ودودي حبيبة قلبي ناخد العزا على قبركم. تصدق ياض انت طول عمرك بق ورخيص وجبان. لا يا زين عيب، ما تتكلمش كده عن معلم أبضايا. لا هو صحيح نادل وجبان وكل حاجة، لكن مش دي المشكلة. المشكلة في ريحة رجلين اللي تقرف الكلب يا أخي. بستحمى بقى وبطل وساخن. ماشي يا تيوي منك لو. حموهم يا رجالة قبل ما ندفنهم ونخلص عليهم. اقف مكانك وارمي اللي في ايدك. نعم يا أخويا. احنا بليه؟ سأل الناس وارمي اللي في ايدك. يلا يا الله يسهل لك من هنا. يلا يلا يلا. يا ريس يا حربي انت وبضايا مش ناويين تجيبوها البر؟ انزلوا هاتوهم وحرزوا كل اللي معاهم، واللي يقاوم اتعاملوا معاه بمنتهى الشده. يلا كم كم هت اطلع بسرعة. يا عنتر الساعة عدت 12 لسه ما حدش اتصل. ما انا قلت لك يا عنتر العيال دي صيعة وانت مش قدها. ضحكت على عقلك واكلتك الرز بلبن. ايوه هو في ايه بالظبط؟ انا مش فاهمة حاجة. مش عارفة بس الظاهر كده في حاجة غريبة بتحصل. حاجة ايه اللي غريبة؟ ما انا مش فاهمة برضه. الله اعلم. وانا عارفة يا اختي. ايوه ايه الاخبار؟ بتقول ايه؟ طب اقفل اقفل. ايه يا رشوان؟ راح فين يا رشوان؟ ايه مالي؟ فاتك ده ليه؟ أنا عارف. بقول لك إيه؟ أطلب مفيد وأعرف إيه الحكاية. أيوه عنتر بيه. يا مفيد، إيه الأخبار؟ واحد إحنا مستنيين، محدش ظهر. بقول لك إيه؟ خد العربية واطلع الطريق. شوف يعني إذا كانت أي حاجة حصلت. حاجة إيه اللي هتحصل بس يا عنتر بيه؟ أي حاجة يا أخي، أي حاجة! واتكلم وطمني. حاضر حاضر عن طلبين. ها قال لك ايه؟ ولا حاجه. انا مش مطمن. مش مطمن يا عزاب. حاسس كان في حاجه حصلت. ربنا يستر يا عنتر، ربنا يستر.
يا نهار اسود ونايل بست النيله. يا مفي ايه الاخبار؟ عرفت حاجه؟ ايوه عنتر بيه، لقيت عربيه حربي وزين مقلوبه على جنب الطريق، مقلوبه ومحروقه. محروقه؟ والبضاعه اخبارها ايه؟ ملهاش اثر، العربيه اتحرقت على الاخر. وحربي وزين فين؟ يعني ايه؟ اتحرقوا هما كمان ولا ايه؟ فين؟ استناني عندك، هنجي لك حالا. استنى يا عنتر جاي معاك. استنى يا عزام بيه هناك. عزام بيه، هو في ايه اللي حصل؟ ايوه مالهم حربي وزين، ايه اللي حصل لهم؟ مفيش حاجة، أبو راح أوصلكم لحد البيت، يلا سلام. استرها يا رب، يا رب والنبي يا رب استرها من عندك، أنا مش فاهمة. إيه حكاية البضاعة والعربية اللي اتحرقت دي؟ لا يا ابو فين، الولاد جابوا الحاجه؟ ايه انت بتقول ايه؟ طيب لو حصل اي تطورات بلغني اول باول. ايه في ايه يا عدل؟ الولاد اختفوا، هم في طريقهم لتسليم الحاجه يا باشا. يعني ايه اختفوا؟ لا، عربيتهم محروقة على جنب في الطريق وهم ما لهمش أي أثر. والبضاعة؟ مش موجودة. يبقى الولاد دول ما اختفوش يا عدلي، الولاد دول اتخطفوا، واللي خطفهم هو اللي خد البضاعة منهم. أيوة يا باشا، بس ما حدش يعرف بالحاجة اللي معاهم غيرنا احنا ورشوان وعزام وعمر. اللي عملها حد مننا انا لازم اعرفه، ولما اعرفه هيكون حسابه معايا انا، وهيكون حساب تقيل قوي. ايه يا حنفي؟ ايه اللي حصل؟ مصيبه يا باشا. مصيبه ايه؟ العمليه عكت على الاخر، البوليس قبض على قبضاي قبل ما خلص على حربي وزين، وخد البضاعه وقبض على كل الناس. والبوليس عرف منين؟ عرف ازاي؟ مش عارف يا باشا، لولا ساتر ربنا كان قبض علينا وكنا رحنا كلنا في 60 ده. يا نهار اسود، لو قبضايا طرطش كلمه كده ولا كده والحكايه وصلت للباشا الكبير، دي مش هتبقى مصيبه، دي هتبقى كارثه. اسمع يا حنفي، بكره الصبح بدري عاوزك تحجز لي تذكره سفر للندن. هتسافر يا باشا؟ هتكد؟ طبعا لازم اسافر لو الحكايه عكت، امال عاوزني اقعد هنا لغايه ما الفاس تقع في الراس واروح في 60 داهيه؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل كده؟ فكرك مين اللي عمل العمل السودا دي؟ ايوه خليك معايا، دول حراس بوابه الموقع عايزين يكلموا سعادتك عنتر بيه. اه يا ابني، مين الجدع ده؟ طب خليه يستناني لحد ما اجي. يلا مع السلامه. مفيد، اي لم رجاله وحصلنا على الموقع. حاضر. ايه في يا عنتر؟ ايه اللي حصل يا باشا؟ سعادتك انا شفت عربيه وقعت في الجبل من فوق البادي، فقلت انزل احتويهم يعني. واللي نازل يحتويهم بياخد معاه جنازير وشوم وسنج؟ ما هو سعادتك الحته مقطوعه، وعلى راي المثل الحي يبقى من الميت، ولاد الحرام ما بيمشوش جنب الحيط بالليل. وطبعا بالصدفه البحته العربيه دي يطلع فيها حربي وزين. ها صدفه يا باشا؟ انا مش مصدق نفسي، اللي قدامك ده مش هو اللي اتقبض عليه. انا بطلب من سعادتك تحتويني. احتويني يا باشا. رؤوف، حرز الاسلحه اللي كانت معاهم، وخد الافندي ده هو اللي معاه، ارموهم في الحجز والصبح يطاردوا على النيابه عشان تحتويهم.
شاويش سيد خدوه مع الحجز. حاضر يا باشا. وصلوني. اتفضل يا سيدي الناس. اتفضل. أول مرة شفتك فيها يا حربي وأنا عارف ومتأكد إنك هتكون مصدر قلق كبير أوي ليا. هو أنت كده دايما يا باشا تسيب القاتل وتمسك في المقتول؟ اخرس يالا وما تنطقش لما أسألك. إيه اللي وداك أنت وزين الحتة المقطوعة اللي مليانة أولاد حرام على رأي قبضاية؟ رايحين نخلص مصلحة سعادتك. مصلحة إيه اللي كنت رايحين تخلصوه؟ كنت رايحين نتفق على نقلة كوردة يا باشا. اتفاجأ لقينا قبضاية ورجالته ورانا على الطريق وزقونا وقعونا من فوق الجبل والعربية ولعت بينا. بعد كده نزلوا علينا بالشوم والسنج والمطاوي عشان يخلصوا علينا. ولولا إن سعادتك جيت في الوقت المناسب كان زماننا دلوقتي في المشرحة بدل ما احنا واقفين هنا قدام سعادتك. الشنطة دي بتاعتكم؟ أنت يا قلم إنك لو الشنطة دي بتاعتكم؟ افتح الشنطة يا رؤوف. حاضر يا فندم. هو فين؟ ما رضيش يستنى وصار لحضرتك صندوق وخد عربيته ومشي. ما قالش حاجة قبل ما يمشي؟ قال إن الصندوق فيه هدية من حرب لسعادتك. هدية؟ فين الصندوق ده؟ في المكتب سعادتك. استنى! انت هتعمل ايه؟ مش لما نعرف الصندوق في الاول. محمد افتح الصندوق ده. افتحه! على مهلك. بالراحة بالراحة. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كل دي فلوس؟ شو قلت لك يا باشا انها عملية خردة كبيرة قوي. عملية خردة بكل الفلوس دي؟ ده عربون يا باشا. العملية بعشر تلاف جنيه. اللي قدام سعادتك ده عربون. ده عربون لعملية خردة؟ بعشر تلاف جنيه وبعشرين يا باشا وبخمسين وبمية كمان. يا باشا البلد مليانة خردة وزي ما في شغل على صغير في شغل على كبير لمؤاخذة. واحنا بقى يا باشا عايزين نلعب في الكبير. ولا انت سعادتك ضد ان الواحد يحسن حالته ولا ايه؟ هرز الشنطة دي بالفلوس اللي فيها يا رؤوف وخد الأفندية دول نزلهم الحجز بعيد عن قبضايا ورجالته. طب لمؤاخذة حجزي ليه يعني يا باشا؟ ده احنا المجني عليه مش الجاني يعني. النيابة يا حبيبي هي اللي تقول مين الجاني ومين المجني عليه. خدهم يا رؤوف. ياخ بتقالي نتصل بعد ليه؟ مش كده؟ ايه؟ بتقول ايه؟ معقول يا عنتر؟ طيب طيب انا ابلغ الباشا بعدين اكلمك. مين اللي كان بيكلمك يا عدلي؟ بعنتر. ايه؟ في اخبار جديدة؟ بيقول ان البضاعة وصلت. وصلت؟ وصلت امتى وفين وازاي؟ بيقولوا ان اتصلوا بيه من موقع البومات، قالوا له انها وصلت. عنتر اتأكد من الحكاية دي؟ لسه مكلمني ومع عزام. ومين اللي وصلها؟ حربي؟ لا يا باشا. لا حربي ولا زين. اللي وصلها ولد بيشتغل معاهم اسمه بركه ومعاه واحد تاني معرفش اسمه. واضح ان العيال دي بتفكر كويس قوي. كانت عامله حسابها لكل حاجه. كانوا مرتبين اوراقهم ترتيب جامد جدا. عدلي
رشوان مع عنتر وعزام في الموقع؟ لا يا باشا، ما كانش فيه هنا غير عنتر وعزام وبس. عدلي، اتصل بعنتر خليه يشاور البضاعة زي كل مرة. اتصل بعزام خليه يبلغ الموزعين يجي يستلموا البضاعة ويدفعوا تمنها طوالي. الجماعة بتوع تركيا قلوا قوي، مش عايزين نتأخر عليهم أكتر من كده. أمرك يا باشا. عدلي، أنا عايزك تعرف لي الولاد اللي هم حربي وزين دول فين دلوقتي؟ اسأل في المشرحة، في المستشفيات، في كل أسامي البوليس، في الداخلية كلها، في كل حتة يا عدلي، في كل حتة. لازم تعرف لي الولاد دول فين دلوقتي. ما بيردوش برضو؟ أنا خايفة قوي على زين. يا سلام، على زين بس؟ وحربي لأ يعني؟ لأ طبعاً، أكيد خايفة على الاتنين. ونفسي أفهم إيه اللي لمهم على عنتر وعزام، وإيه اللي بينهم بالظبط؟ وإيه حكاية البضاعة والعربية كمان اللي اتحرقت دي كمان؟ والنبي يا أختي، ما أنا عارفة. أنا هنزل الحتة بكرة من النجمة أسأل عليهم وأشوف أخبارهم إيه. انا هروح ارجع العربيه، انت اول ما تشوف حرب وزين قول لهم اتصلوا بيا فين حربي بتوزين؟ احنا كملنا ومال وجع القلب ده؟ يا رب رجعهم بالسلامة، رجعهم لي بالسلامة يا رب، انا ماليش غيرهم. الو، اي عدلي بيه؟ ثانيه واحده حضرتك. نعيم بيه، عدلي بيه على التليفون. طب حوليه على خط 3. حاضر. اي عدلي، ايه الاخبار؟ حرب وزين البوليس قبض عليهم امبارح وتحقق معاهم في سرايا النيابه النهارده. هم قالوا حاجه؟ قالوا انهم كانوا رايحين يعينوا مخازن الخرده، وأبضايا ورجالته طلعوا عليهم كانوا عايزين يقتلوهم. اللي اسمه أبضايا ده فين دلوقتي؟ محبوس 4 أيام على ذمة التحقيق. طرطش بأي كلام قدام النيابة؟ لحد دلوقتي لأ، لكن لو حولوا قضيته لجنايات الله أعلم هيقول إيه. يبقى مش لازم القضية دي تتحول للمحكمة يا عدلي. واللي اسمه أبضايا ده مش لازم يتكلم. أظن أنت فاهمني كويس. فهمك يا باشا. اعتبر الموضوع ده منتهي. أي أوامر تانية؟ اتصل بالجماعة قول لهم إن أنا عايز أقابلهم هم الثلاثة اللي لادي عندي في المزرعة، وأكد عليهم يا عدلي، وخصوصا رشوان. الثلاثة يكونوا عندي اللي لادي، عنتر وعزام ورشوان. السلام عليكم. صباح الخير يا بركه. ازيك يا دنيا؟ بركه،
حربي وزين فين؟ مش عارف. مش عارف. مش عارف؟ يعني ايه مش عارف؟ يعني هما مرجعوش من امبارح بالليل؟ وانتش عارفك ان هما خرجوا امبارح. اديني عرفت وخلاص بقى، ما تسألش كتير. لوك رد عليا طمني، هما فين؟ معرفش يا دنيا، معرفش. من ساعة ما خرجوا ما رجعوش. يعني ايه؟ طيب يعني ما تعرفش ممكن يكونوا راحوا فين؟ بركة يا بركة. المعلم بركة يا بعف. عايز ايه؟ معلمة شرح وصلت وبتسأل عليك. طيب انا جاي معاك اهو. اعرف. استنى يا بركة. يا بركة والنبي ما تخبي عليا، انا قلبي حاسس انك عارفهم. ما فين؟ يعني معقولة يخرجوا من سواد الليل ما تبلهمش شمارة لغاية دلوقتي؟ ما هو ده اللي حصل يا معلمة. ما حاولوش اتصلوا بيك انت؟ ما حاولتش تكلمهم؟ لا حاولت، بس تليفوناتهم هما الاتنين مش شغالة. طب بفكرك كده معايا، تفتكر راحوا فين؟ مش عارف. ربنا يجيبهم بالسلامة. يا خيبتي، ما لقيتش حد اسأله في الدنيا دي كلها غيرك انت. فكوا الكلبشات وسلموهم الشنطة بتاعتهم. استنوا انتوا هنا. ها رؤوف، اخبار النيابه ايه؟ النيابه امرت بحبس قبضايا ورجالته 4 ايام على ذمه التحقيق. وحربي وزين؟ وكيل النيابه قرر الافراج عنهم بضمان محل اقامتهم. الواد حربي ده بسبعة ارواح، كل ما اقول حمسك عليه حاجه يطلع منها زي الشعره من عجين، مع اني متاكد انه وراه بلاوي متلتله. بس الحقيقه يا فندم ان مفيش عليه حاجه. هما فين دلوقتي؟ موجودين. نعمل اجراءات الافراج عنهم؟ انا عايز اشوفه قبل ما يمشي. حربي ولا زين؟ لا حربي. دنيا لقيتيهم يا دنيا؟ لا دول لسه ما رجعوش من امبارح بالليل. دي المصيبه السوداء، هيكونوا فين بس؟ طب ما سالتيش ليه الواد بركه؟ سالت بركه وقال لي ما يعرفش عنهم حاجه. ازاي يعني ما يعرفش عنهم حاجه؟ ده هما دايما سرهم معاه، اكيد في حاجه غلط. ما اعرفش يا دعاء، ما اعرفش. خلينا نستنى النهارده وبكره نسال عليهم تاني. الحقيقة انك شاطر، شاطر قوي يا حربي. الله يحفظك يا باشا. اوعى تفتكر يلا ان انا ما اقدرش الغي قرار الافراج وقعدك عندي هنا زي ما انا عايز. مش عارف ليه يا باشا سعادتك حاططني في دماغك. عشان عارفك، عارفك وعارف امثالك كويس. انا هسيبك تروح يا حربي. عارف ليه؟ لاني متاكد انك هترجع لي تاني بمصيبه قد دماغك، وساعتها مش هرحمك. هوديك في 60 داهية ومش هتشوف نور الشمس مرة تانية. مقبولة منك يا باشا، بس أنا مش هزعل من سعادتك. عارف ليه؟ لأنك صاحب فضل عليا. نعم يا أخويا؟ ما قالوا إن سعادتك جيت وأنقذتني أنا وزين، كان زمانك بتترحم علينا دلوقتي. شفت الدنيا غريبة إزاي؟ أبقى نفسي أخلص منك وأنا اللي أنقذك بإيديا من قبضايا. أصل أنا طيب يا باشا، طيب أوي، قلب أبيض. وأم الله يرحمها دعاها قعد لي، قالت لي روح يا واد يا حربي، ربنا يوقف في وشك ولاد الحلال. عشان كده ربنا بعتك لي عشان تنجدني. طب يا باشا تأمرني بحاجه تاني؟ طب بالاذن الله. حربي وانا يا باشا. الصحفيه اللي عملت معاها حديث واتنشر في الجرايد. هو سعادتك قريته؟ قريته. عملت منك بطل. اه يا فندم، دي حقيقة. أنا مش عايزك تشوفها ولا تقابلها تاني يا حربي. اشمعنى يا باشا؟ دي صحافة والصحافة حرة، تقابل اللي هي عايزاه. إلا دي يا حربي. اشمعنى يعني؟ أنت تعرف اسم الصحفية دي؟ اه اسمها الأنسة أماني. أماني إيه؟ والله يا باشا بصراحة ما أعرفش يعني. أنا أقول لك. اسمها أماني حسنين المصري. ومنكم نستفيد يا باشا، واضح ان سعادتك تعرفها كويس. طبعا لازم اعرفها كويس. ما انا كمان اسمي اكرم حسنين المصري.